الأبكار المحلية هو واحد من البرامج التي تم إدخالها في رزنامة الحكومة المحلية. الحمد لله استطعنا وفي وقت قصير أن يتم إدراج ملعب جديد تم تسميته ملعب نينوى المركزي. سيتم هدم الملعب الموجود بشكل كامل حسب المكتب الاستشاري لجامعة نينوى ونقابة المهندسين، وبناء ملعب جديد يتسع ل10,000 متفرج، مع قاعات، مع مسابح، مع كل الفعاليات التي لها علاقة بالألعاب الفردية والجماعية. هذا الملعب هو له تاريخ وارتباط وثيق بحياة أهالي محافظة نينوى. نادي الموصل كان هنا يقارع أندية بغداد، الزوراء، الجوية، الشرطة وغيرها من الأندية. اليوم الحمد لله هذا الاهتمام تولد عن نتائج مثمرة لنادي الموصل، وإن شاء الله سيكون لنادي الموصل وجود في الدرجة الأولى وكذلك دوري المحترفين، وأيضا سندعم كل الألعاب سواء الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية. قطاع الشباب هو من ضمن اهتمام البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء، وكذلك برنامج الحكومة المحلية. سندعم الرياضة والشباب بكل الألعاب الفردية وكذلك الجماعية، وكذلك استثمار كل طاقات الشبابية من أجل النهوض بواقع الرياضي في محافظتين.